الله عز وجل خلق الرجل والمرأة وكل واحد فيهم له طبيعته. نلاحظ مع بعض الآن لو قلنا هذا رجل، أنا الآن أرسم الرجل مثلا بهذا الشكل، ولو قلنا مثلا هذه امرأة بهذه الشكل على سبيل المثال، طبعا هذه نلاحظ لو أراد الرجل أن يتكلم دائما الرجل عنده التفكير، هذا التفكير الذي تشاهدونه يسبق كلامه، فرقم واحد عند الرجل التفكير، رقم اثنين الكلام. هكذا الرجل يتحرك، يفكر، يتكلم. لو جئنا للمرأة مثلا كنظام، طبعا أنا لا أتكلم عن جميع النساء ولا على جميع الرجال، أنا أتكلم على الغالب، نلاحظ أن المرأة عندها أولا الكلام، فالكلام بالنسبة لها هو رقم واحد. الكلام يسبق التفكير، التفكير يأتي بعد ما تتكلم. ولذلك في كثير من الأحيان المرأة تتكلم بكلمات أو تبدأ بموضوع أو قصة، تبدأ مثلا بجملة جملتين ثلاث، ثم نلاحظ المرأة تقول مثلا بعد ما تبدأ لا 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 مو هذا الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، وتبدأ تفتح موضوع آخر، فعلا هي تريد أن تتكلم بذاك، لأن الموضوع الأول كلامها سبق تفكيرها، فهي تكلمت ثم لما بدأ التفكير استدركت أن ليس هذا الموضوع مناسب في هذه الجلسة ومع هؤلاء الأشخاص، فبدأت تنسحب بطريقة ذكية وتبدأ في موضوع آخر. بينما الرجل نلاحظه صامت، هو نحن